للحديث عن تفشي ظاهرة المخدرات في العراق ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الباحث الاجتماعي يونس العبطان. أستاذ يونس، مرحبا بكم. ظاهرة المخدرات بعد أن كانت حالة أصبحت ظاهرة، ولكن لماذا تفشت وتفاقمت بين الشباب العراقي؟ ما السبب في ذلك؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لكم لتحدثنا على هذه الفرصة. حياك الله. يعني حقيقة قضية المخدرات من أصعب القضايا التي تواجه الحكومات في المنطقة لأسباب متعددة، منها أسباب سياسية تتمثل بفشل النخب السياسية في إدارة شؤون البلاد، والبعض الآخر اقتصادية يتمثل في سوء الأوضاع الاقتصادية. وبالتأكيد كان لهذا الإخفاق السياسي والاقتصادي انعكاسات اجتماعية تمثلت في شعور فئات كثيرة بالإحباط، مما ألقى بهم في هوة التعاطي والإدمان، بالإضافة إلى الموقع الجغرافي للعراق بين بلدان تنتج وتزرع وتتاجر في المخدرات، بالإضافة إلى أنه العراق كما تعرفون يعني مر بإخفاقات أمنية كثيرة، يعني جعل من قواتنا الأمنية منشغلة كثيرة بمعالجة هذه الثغرات، وظلت الحدود سائبة، وأصبح العراق يعني أشبه بالخزين الذي تجمع به هذه المادة، ووصلنا إلى ما وصلنا عليه الآن. إذن أستاذ يونس، هناك أسباب سياسية واقتصادية وأيضا مشكلات اجتماعية ونفسية هي التي ساهمت في ظهور هذه ظاهرة المخدرات بين الشباب العراقي، ولكن إذا ما ناقشنا التداعيات، ما هي التداعيات العقلية والجسدية والنفسية على الشباب الذي أدمن على هذه الآفة الخطيرة؟ يعني حقيقة هنالك تداعيات كثيرة، يعني أولا التخبط الذهني، الأوهام، التوهمات، الكلام والسلوك غير المنتظم، الهلوسة، تطرق المزاج مثل الاكتئاب والوهس، يعني حتى متعاطي المخدرات يبين من مظهره وإندامه وشكله ووجهه شاحب. يعني حقيقة أنا عندي صور يعني أبعثها لكم، يا ريت تنشروها عبر قناتكم الكريمة، يعني صور المتعاطين قبل وبعد التعاطي، يعني فشيء فظيع وبمدة. يمكن أن تبعثها على نافذة أستاذ يونس، يمكن أن تبعث الصور التي متوفرة لديكم عبر نافذة أنت ترى. نحن نخصص نافذة أنت ترى لعرض الصور التي تريدنا من العراق. ولكن أستاذ يونس، هل السلطات في العراق وأيضا المؤسسات، خاصة المؤسسة الطبية، تدرك حجم هذه الخطورة التي تمثلها هذه المشكلة؟ هل تدرك حجم هذه المشكلة الخطيرة؟ يعني هذه النسب حقيقة اليوم نسب عالية جدا. نعم. الحكومات العراقية يعني تأخذ بنظر الاعتبار هذه الأمور من الخطوات لحد انتشار هذه الظاهرة الخطيرة، بجانب الضربات الأمنية التي توجهها قواتنا الأمنية إلى عصابات المخدرات، والتي باتت يعني خبر شبه يومي حقيقة. نعم. يوم المخدرات أصبح خبر شبه يومي. بدأت الحكومة تفكر أن تنشئ مراكز ووحدات خاصة لمعالجة الإدمان، وأعلنت الهيئة العليا لشؤون المخدرات والمعثرات العقلية أنها تناقش انتشار مراكز لمعالجة الإدمان. حقيقة يعني متأخرين في هذا الموضوع، لكنها يعني تناقش وتأتي أفضل مما لا تأتي. يعني إحنا اليوم إذا قارن العراق من ناحية نسبة التعاطي ومن ناحية السكان، يعني على سبيل المثال خلينا نقارنها ويا السعودية. السعودية عندها 14 مركز لإعادة وتأهيل متعاطي المخدرات. يعني احنا عندنا ابن الرشد وعندنا بالبصرة واعتقد عندنا بالناصرية. نعم. يعني نأمل من هذه المؤتمرات اللي بتعقدها الهيئة العليا لشؤون المخدرات انه يكون في كل محافظة يكون مركز لإعادة وتأهيل متعاطي المخدرات. اليوم احنا بحاجه الى تحسين المجتمع، هسه احنا
يعني بعد اللي صار وبدات تخترق الحدود هذه المخدرات، احنا بحاجه الى تحسين المجتمع، بحاجه الى توفير مراكز يعني جيده. يعني هم ضحيه مجتمع، يعني لازم انه يتوفر لهم مراكز، منتجعات، لهم رعايه خاصه، يعني مو مثل اي زي مريض. هذا يعني لازم تتوفر له البيئه الكامله حتى نقدر نعيده للمجتمع بشكل طبيعي. لازم يعني يكون دور لوزاره العمل والشؤون الاجتماعيه يعني بهذا الموضوع دور كبير، يعني خصوصا توفير لو تحدثنا عن الأدوار، هل للأسرة وأيضا المؤسسات التربوية في المدارس والجامعات دور في عملية التوعية من مخاطر الانزلاق في إدمان المخدرات أستاذ يونس؟ لا شك أن الأسرة تتحمل دور أساسي وهام في إعداد وخلق نماذج وأساليب سلوكية تربوية سليمة لأطفالنا. كيف هذا يتم؟ يتم من خلال العلاقة الجيدة بين أفراد الأسرة، يتم من خلال المتابعة والرعاية والاهتمام واستخدام أساليب تنشئة اجتماعية جيدة في العدالة والتسامح وتعزيز لغة الحوار وتفعيلها واحترام الآخرين، تهيئة بيئة أسرية جيدة، السماح للطفل إبداء رأيه، تعزيز الثقة في نفسه. الأسرة تعتبر أولى البيئات الاجتماعية التي تستقبل الطفل ثم تتوالى على تربيته. لذلك يعني دائما ما يقال إذا صلحت الأسرة صلح المجتمع. رأس المال الحقيقي للمجتمع هو الفرد، لذلك على الأسرة أن تقوم على إعداد الطفل إعداد جيدا في كل المستويات العقلية والفكرية والجسمية والنفسية كي يستطيع مجابهة التحديات والمخاطر المستقبلية وأخطرها يعني ظاهرة المخدرات. المؤسسات التربوية تلعب دورا هاما في الحياة الفرد، وبالتالي هي مكملة لدور الأسرة. طبعا هذا لا يتحقق إلا يعني بقيام ما يلي. أولا الكلام عن المدارس، هل المدارس هي يعني مستوعبة كل الطلاب مالتنا؟ هل هي يعني سليمة؟ أكو قاعات، أكو بيها يعني رحلات كاملة؟ والله يعني أشوفها أكو اكتظاظ يعني بالمدارس. التأكيد على الالتزام يعني بالتعليم، احنا تعرفون نسبة الجهل عندنا أصبحت عالية جدا. يعني دعوة الكوادر التدريسية بشكل دوري إلى المؤتمرات في ظاهرة المخدرات، يعني خلي يكون بكل مدرسه، خلي يكون عندنا يعني باحثه اجتماعيه، خلي تكون دوره افسح المجال منظمات المجتمع المدني، خلوا بكل باب مدرسه، خلوا صوره للمتعاطين شلون كانوا وشلون تعاطوا وشلون، خلي يكون عندنا شاشه كبيره. انقطع الاتصال، على اي حال كان معنا من بغداد الباحث الاجتماعي يونس العبطان، شكرا جزيلا لكم على هذه المعلومات والافاده.